خلاص مش ما هقول كانش بقى. في فيس. ده احنا هنقول، انا هتقول هقول في الاخر. بس والله العظيم مش اعلان، يعني ما يعرفوش ان احنا جايبين منهم حاجات عشان الحته اللي انت لا بتقولها بس دي، بس يعني ولا بس يعرفوا ان الحاجه دي جايه لي. بس الافضل ما تقوليش اساميهم، ده ليه؟ الافضل بقى. ليه؟ ما اعرفش بقى، احيانا في ناس بتزعل يعني. طب هنعمل ايه؟ هنكمل اكل ولا ايه؟ رواق يلا. عايزه ها؟ طب بصي يا دي مش هقدر يعني، دي هاكل لا من ادوقها بس ما هي بس ايه؟ عشان كلي، ماليش الناس، دعوه كلي. الناس دي ما تعرفش ان احنا جايبين اكل من عندهم، ما يعرفش ان الاكل جاي لنا. لا ما بحبهاش، مش بحب. طب قولي يا جماعه كلي. عظيم كلت بطني وجعان. انا عايزه اعرف بس اي حمام احلى. تانية تانية طيب يعني اللي ثانية عليها. واحدة ثانية طب واحدة انا هقول لكم حاجة احسن، ثانية واحدة ما نقولش الاثنين، نقول نقول اللي كسب بس. طب عايزه اقول لك حاجه، بما انك ما خبره. تاخديش الموضوع في حتة مكسب وخسارة ومين طب أحسن من ما مين، قلتش عشان مش خالص، ده. مش هقول اتنين، انا عايزه عايزاك انت تحذر. هو خلي ايه بالك إن تعرف؟ ده تعرف؟ الرز ده في ده كونسبت، يعني في ناس بتتعمد تعمل الرز بالشكل ده، ده معمول بيزك شوية. ايه طب ممكن ده تيستو أعلى، عشان ده بتاع ده حمام، رز عشان ده بتاع حمام اصلا. كرز. أنا ما فتحتش الصدر، والصدر حمامة هي بيبين طعم لحمتها وحجمها طب وبتاع، ممكن فيعني تقول لي، ممكن تقول لي تعرف تحذر لي اللي عجبك ده ايه؟ أعرف. تعرف إيه؟ تخمن ده محل ايه اللي عجبك؟ المنوفي. خلاص يبقى حد بيعمل رز زي ما المنوفي بيعمل رز بتاع الحمام، بس يعني هي سر يعني. بس هو متهيألي قبل المنوفي. ما أعرفش اسمه إيه؟ أنت من شوية قلت كلمة الفقير. لا ما قلتش فقير. ما قلت ايه؟ مين بتاع حمام تاني جامد؟ لا ناس كتير دلوقتي بتاع حمام المنوفي جامد. ناس كتير بتقول عليه. المنوفي انا باكل عنده حمام وانا في ثانويه عامه، في اعدادي لا وثانوي ما يعني. جربتوش قبل كده. انا من سكان الهرم، ففي المنوفي من ساعه الارهاب ده احنا لا بنعمله اعلان رسمي، فهمي طب نظمي اقول على لك فيش حاجة، يعني. عارفه بقول يعني لك حاجة، ده اصله لو تخمن الازهر. يا ستي ماشي عرفته؟ خلاص عرفت ده. ايه بقى؟ مين؟ فرحات. بس هو بما ان احنا جبنا سيرته بقى يعني، لا خلاص ما شكرا. ايه؟ ما انا قلت لك بقى ما تدخلينش الحته. ليه؟ قول قول. لا لا طبعا حمامه حلو جدا طبعا عارفه. لا بما اننا نجيب سيرته ايه؟ لا لا رواي بقى يلا نكمل. لا قول قول. لا 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 تمام والله تمام، بس فعلا الحمام بقى في ناس كتيره دلوقتي حمامها حلو فعلا، دي حقيقه. والمنافسه والسوشيال ميديا وبتاع خلت الدنيا هيصه وعلى عينك يا تاجر، فالموضوع احنا هنوقف تصوير، هيهندم نفسه وهيغسل ايديه وقدمنا لكم وجبه العيد الاضحى، ونرجع بقى نتكلم الكلام الكلام هو الجد. الحلو ايه؟ هو تقولي مش جايبين مش بطيخ، جايبين مش جايبين بطيخ يعني في عايز اللي احنا فيه يحبس. في الايام المفترجه دي ومفيش بطيخ طب يا والله حلوه. العظيم كان عندي بطيخ في البيت الصغنن بتاع العريس والله العظيم لو قلت لي كنت جبت لكم بطيخه شهد وانا جاي.